السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي وتصفية كأس العالم. ونظر على مقابلة تنزانيا اللي كتخوض تصفية كأس العالم اللي غتكون في المغرب، لأن الذهبي فوزنا عليهم 2-0، كذلك في كأس أفريقيا فوزنا عليهم 3-0. إذا ماشي شي منتخب اللي هو قوي، غنتكلمو على التشكيلة الأخوة. بطبيعة الحال المنتخب المغربي في مركز خط الهجوم أمام منتخب تنزانيا، بطبيعة الحال هيا بنا نتعرف له على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي المقابلة التنزانية. بطبيعة الحال في مركز خط الهجوم بدأوا بحكيم زيير لاعب غلطة صراحة التركي اللي قبل الحاسة صراحة في كأس أفريقيا، أفضل لاعب المنتخب المغربي في كأس أفريقيا، سجل هدف بطبيعة الحال أمام زامبيا. كل لاعب صراحة بان الفرق ملي غا في لقاء جنوب أفريقيا. مشيو عند لاعب أنس الزاروري اللي غاب علينا بطبيعة الحال في كأس أفريقيا. ممكن مرة أخرى نعيطو لهاد اللاعب ونشوفو شنو يقدر يعطينا. كان 23 سنة عنده على ما أعتقد 24. العناصر اللي باقا ممكن يعطينا بطبيعة الحال العطاء، ممكن كان معنا في المونديال. مشيو عند أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني، كذلك ممكن نشوفو بطبيعة الحال شي اللي كاين. شكرا لكم اخواني، واللي متفق عليه معايا هاد الثلاثي انه هو يقود الهجوم المغربي، طلعنا بكم منطيرات اخوتي. هادشي اللي كاين، شكرا لكم والى اللقاء.